بالنسبه لمهنه البلح طبعا هي بالنسبه للمنطقه بتاعتنا يعني مشهوره بان هي بتحصد يعني زي نظام موسم عندها في البلح ده. بالنسبه للنخل هنا يعني اغلبيه النخل هنا بالنسبه للمنطقه بتاعتنا بتطرح مثلا في شهر واحد او شهر اثنين، يعني بالنسبه لبدايه الشغل نفسه في شهر اثنين بتطرح النخل، وبعد كده بتنزل بقى النخل اللي هو الموسم بتاع التنزيل اللي هو بيبدا في شهر أربعة اللي هو التنزيل نفسه. بعد التنزيل بتبدا بقى موسم الجمع اللي هو بعد في شهر سبعة، في اخر سبعة او في اول ثمانية، بس بالنسبه للموسم بيبدا يعني بيأخر سنه عن سنه. بالنسبه لتعليمه بيتاخد مثلا كهوايه، مش اي حد بيطلع نخل، هل ممكن واحد يخاف يطلع وكون ابوه بيطلع وكده وفي واحد ما فيش يعني حد عنده بيطلع في البيت، بس هو بياخدها كهوايه قوي او يعني حرفه، ان هو بدا شاف ابوه طلع نخله بدا يطلع فرخ صغير بعد كده طلع نخله كبيره. بتيجي يعني ايه تدريج، مش من مره واحده تجيب واحد صغير يطلع. انا خدتها كهوايه ان انا عاوز اطلع نخل من صغري، وانا بحب مثلا اطلع نخل يعني مش نخل طويل او كده. بتبدا ان انت بتتعلم واحده واحده، تطلع الاول نخله صغيره بعد كده بتبدا. انت طالع اول مره كان ايه شعورك؟ يعني انت اول مره طالع على نخل؟ خوف طبعا، خوف، لانك انت اصلا لسه المهنه بتبقى ايه يعني انت ما خايف تقع او خايف انت بتطلع ايه انك تطلع. طبعا بقى في مطلع في ظهرك، في تحس ان انت كل ما تطلع فوق تبص تحتك تحس ان انت المسافه عاليه غير اللي واقف على الارض. المسافه لما تطلع فوق بتختلف. المطلع ده بالنسبه هو قصبه بلاستيك، والظهريه طبعا بتمسك وسطك عشان طبعا ايه يعني نظام امان ان انت بتبقى مامن نفسك بيه. يعني شغله كله بلاستيك اللي هو وفي بقى كان الاول بتصنع من الليف اللي هو في البدايه خالص، دلوقتي بقت حاجات يعني حديثه شويه. هو البلح بيتقطع الاول، بعد كده اللي هو بالنسبه في حاجه اسمها حياني اللي هو بيتجمع رطب، غير اللي هو السيوي ده بيتنشف اللي هو بيروح عجوه. الحياني بقى طبعا اللي هو بيتجمع رطب اللي هو بيتجمع اللي هو الاحمر والمهات اللي هو النوع الثاني الاصفر. بس بالنسبه للي احنا بنقطع فيه دلوقتي اللي انت شفته صورته ده بالنسبه ليه بيتنشف، بيتنشر على مشمع، وبعد ما بينشف بيتغسل بميه، وبعد كده بيتعبى في اقفاص، وفي بقى تخزين ممكن تخزن الموسم لحد مثلا لحد بدايه الموسم الجديد لو انت حبيت تخزن. بالنسبه اللي هو السيو اللي هو انت صورت عليه ده اللي هو بالنسبه للبلح. التسويق انت في هنا بالنسبه سوق جمله عندنا في المنشيه، انت بتودي الزرع فيه وبينزل التجار اللي هم معاهم العجل بيحمل البلح. في بقى سوق تاني اللي هو بالنسبه للحياني اللي هو التسويق هنا، في عجل بينزل بيحمل من تحت النخل اللي هو انت بتجمع بتجهز بيجي يعبيه في برميك وبيطلع سوق. هو بالنسبه للبلح الحياني استخدامه ان هو بالنسبه بيروح مثلا ايه في التخزين، نسبه التخزين فيه بطيئه شويه يعني مش لانه يعني بيخش ثلاجات، ما ينفعش ان هو زي السيو. اما السيو بيخش في مراحل كتيره زي مصانع اللي هي البسوكيتات والحاجات اللي هي بتبقى ايه بيخش في يعني بياخدوا كميات منه، ان هو المصانع اللي هي يعني بيستخدموا كله استخدامه كتير مش زي الحياني او المهات اللي هو العجوه حاليا دلوقتي. يعني في ناس بتستخدمه في بيخش مصانع بسوكيت وبيخش القرص والحاجات دي. اغلبيه المناطق عندنا هنا الحياني والسيو والمهات ثلاث انواع. المنطقه الحاليه اللي انت بتصور فيها اللي هي فيها ثلاث انواع في اللي هو انواع كده بقى اسمها لا في بقى حاجه ثانيه اسمها زغلول، وفي حاجه ثانيه اسمها سماني، وفي بقى انواع ثانيه نازله جديده اسمها برحي، وانواع كتيره يعني مش بس اغلبيه المشهور في المنطقه هنا اللي هو المهات والسيو والحياني. ما فيش يعني اعتبر ثلاث انواع دول اللي هم ثابتين بالنسبه للمنطقه هنا وفي والزراعه بتاعتهم من زمان يعني مش. والله بقى الشغل ده تسهيل، اول حاجه انت بتبدا انت بتتوكل على الله وتطلع، وشغلك بقى طبعا يعني انت بتبدا تطلع وتشتغل، التسهيل بتاع ربنا بقى بالشغل. بس بالنسبه للعقبات انت ما فيش اي عقبه بالنسبه للشغل عادي. الحراره السنه دي جديده فالبلح ما يعني ما طولش مع الناس او ما عادش فتره طويله، خلص بسرعه يعني شده الحراره والجو نفسه خلى البلح جه بدري. يعني فتره بسيطه من موسم الحياني ده كان بيقعد 20 و25 يوم، السنه دي 15 يوم بالظبط كان خلصان. لا في شغل تاني بعديه بقى بالنسبه لزراعه الارض وتقليم النخل وشغل انت بالنسبه اغلبيه البلد هنا ده الموسم الرئيسي بتاعها. الموسم اللي هو يعني نظام يعني محصول سنه، بالنسبه احنا مسمين البلح هنا محصول سنه، اللي انت بتشتغل بتحصد البلح، بعد كده بتبدا بقى لو عندك سيو بتخزنه
بتطلع بقى بتبيع منه وتصرف على الارض بقى كزراعه كتقليم نخل. وبعد كده بتبدا بقى موسم التطريح الجديد ده بيبدا عليك شهر 2 تخش في يعني يعتبر هو موسم سنه عندنا هنا بيعتبر بيكفيك لحد ما يجي السنه الجديده ان انت بتشتغل بتخزن بتبيع بتصرف على الارض منه وبتكلف النخل منه لان انت بتصرف عليها طبعا من نفس المحصول بتاعها. هي النخل عامه ماشي اول حاجه انا بنطرحه في طلع ماشي الطلع دي النخل ساعه ما بيطرح بجيب كزان صغيره كده وبعد كده ايه بنبدا تسيبه لحد ما يطق لوحده في الحر وبعد كده بروح اجيب الطلع دي واحطه في قلب العرجيه ماشي وبعد كده اروح ايه النخل دي بحطه الطلع بروح مربطه ماشي طالع في الكزان بتاع النخله نفسها واروح مربطه وافضل بقى مستني لحد ما العرجون كده بينزل لوحده ماشي وبعد كده بنزل ايه اروح منزله هي بتي في ذكوره في الذكوره ده بيطلع ايه بتجيب الطلع بطلع اجيب الطلع وانزله انشره خلينا ايه بينشف وبعد كده اخده تاني ساعه ما طلع النخل ده بيطرح اخده النشف ده واطرح بيه اطرح بيه النخله اللي هي بتجيب البلح بعد ما البلح بيطلع بروح منزله بنزله من على الجريد ماشي زي كده بالظبط بروح منزله عشان ما يبقوش صيف الجريد واعرف امسك ايه اعرف اجمع البلح بنزل بقى ايه اللي هو السيوي اللي هو ده بينزلوا افرشوا عليه على المشمع وبعد كده بلمه الم بقى البلحه الوحشه وكده وارميها على جنب البلحه الحلوه امسكها اغسلها بماء نظيفه وبعد كده ايه اروح جايب ايه غسلها وظبطها كده وكل حاجه وامسكها دوك اللي هو البلح العجوه البلح اللي كده كل كميه عجوه ولا بلح لا في بلح بيبقى لوحده اللي هو الرطب وفي بلح برضو الثاني المهات بيبقى برضه ايه بيبقى رطب لوحده دول الصنفين دول اللي هم بيبقوا رطب بس لوحدهم الحياني والمهات دول الباقي ما ينفعش يتخزن خالص اللي هو بتخزن السيوي ماشي دي اللي بتخزن ممكن يقعد لحد ما الموسم التاني ايه السنه اللي فاتت مش غير السنه ده خالص السنه اللي فاتت كان الجو حلو والبلح طول على النخل السنه دي الجو حراره شديده من اول السنه تاني البلح الحيان والمهات ما طولش خالص.